مسي عليكم بالخير، الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم حاب أتكلم لكم عن بعض المبادئ في هندسة الكمبيوتر وفي السايبر سيكيورتي اللي ممكن يعني نستفيد فيها مع بعض. طبعا نتكلم اليوم على الكمبيوتر في ثلاث طرق أنه يكون في عندك خدمة تقدمها من خلال جهاز الكمبيوتر. خدمة أنا أتكلم يعني أنه يكون عندك سيرفر. السيرفر هو عبارة عن الخادم، يعني وايد ناس لما يسمعون كلمة سيرفر يتكلم على باله شيء كبير وهذا، لا لا لا. لما أتكلم عن السيرفر أو الخادم هو عبارة عن كمبيوتر ريسورسز، عبارة عن موارد الكمبيوتر. يعني شنو؟ يعني عبارة عن نتورك انترفيس، عبارة عن سعات تخزين، يعني يكون في هارد ديسك أو سان أو ناس، عبارة عن ذاكرة، عبارة عن وحدات إدخال بيانات مثل الكيبورد أو الماوس، وحدات مخرجات مثل يكون في عندك شاشة. بس مين اللي أهم شيء من هذا اللي ذكرته كله اللي هو الذاكرة، سعات التخزين، النتورك انترفيس والذاكرة اللي على هذا الجهاز. زين، فاللي كان يصير تراديشنالي في السابق مثل ما أنتم شايفين بالسلايد هنا اللي عندنا، هذا يسمونه ديديكيتد ماشين، إنه يكون عندي هذه الهاردوير موجودة على الجهاز، بعدين أروح أحط عليه نظام تشغيل أوبريتنج سيستم. شنو يعني أوبريتنج سيستم؟ هو نظام التشغيل. وفي عندنا عدة خيارات لما نتكلم على نظام التشغيل، ما يكون عندي أنا ويندوز، أو ممكن يكون عندي لينكس، أو ممكن يكون عندي ماك أو إس، أو ممكن يكون عندي أي نظام تشغيل. دوز في السابق كان يستخدمه، طبعا ما حد قام يستخدمه. لما يكون في عندي أنا نظام تشغيل، فوق نظام التشغيل أو نظام التشغيل راح يوفر لي شيء يسمونه بنز ولايبراريز، باينريز ولايبراريز. يعني كل نظام تشغيل في له كومن برامج، برمجيات مشتركة لكل، متاحة لكل البرامج اللي راح تشتغل على هذا النظام التشغيل. هذول يسمونهم باينريز ولايبراريز. وفوق هذول الباينريز واللايبراريز أنا أقدر أشغل الابليكيشنز اللي عندي. خل أعطيكم مثال على هذا الكلام اللي الحين أنا قاعد، أو السلايد هذا اللي موجود عندكم، في أنا مش السلايد اللي موجود قبالنا في عليه أبليكيشن 1 وفي عليه أبليكيشن 2 وفي عليه أبليكيشن 3. شنو هذول أبليكيشن 1 و 2 و 3؟ أبليكيشن 1 هذا ممكن يكون ويب سيرفر، زين. أبليكيشن 2 ممكن يكون هذا ديتابيس مثل ماي اس كيو ال ديتابيس أو أي ديتابيس ثانية. أبليكيشن 3 ممكن يكون بايثون، يعني بايثون سوفت وير، برنامج بايثون او بايثون سكريبت يكون مسوينه وحاطينه على ابلكيشن 3، وهذا البرنامج قاعد يقدم خدمه. خلينا نقول ما ادري، تبون نخليه مثلا برنامج حق شركه او برنامج، او هذا الخادم ممكن يكون حق وزاره، ممكن يكون حق واحد هاوي في البيت، حاط له الثلاثه ابلكيشنز ويقدم من خلالهم خدمه ايا كانت هذه الخدمه وحاطه على الانترنت. فهل هذا الشيء يصير؟ طبعا يصير. هل هذا الشيء فيه ليميتيشن؟ طبعا فيه ليميتيشن. شنو الليميتيشنز اللي عندي لما استخدم انا الديديكيتد ماشين؟ الديديكيتد ماشين اصبح ان انا في عندي كومن لايبريز في الابلكيشن 1 و 2 و 3 اللي انا قلت عنهم، اللي هو الويب سيرفر ويا اللي ايش يسمونه الاس كيو ال او الداتابيس مالتي ويا البايثون اللي مسويه، لازم هذول كلهم قاعدين يستخدمون نفس البنز واللايبريز اللي يقدم لي اياها الاوبريتنج سيستم هذا. ما اقدر استخدم شيء ثاني، بمعنى اني انا اذا كان هذا الاوبريتنج سيستم اللي عندي هني او اللي انا قاعد استخدمه، اذا كنت قاعد اتكلم عن الويندوز، زين، فمعناته الويب سيرفر مالي ما اقدر مثلا استخدم ويب سيرفر خاص في اللينكس لان الاوبريتنج سيستم اللي هني عندي ويندوز. فخلاص انا مجبر بهذه الحاله، في حال اني انا استخدم ديديكيتد، اني انا استخدم كل، اذا كان الاوبريتنج سيستم ويندوز لازم ادور كل الابلكيشنز اللي تكون متوافقه وكمباتبل مع الويندوز، ما اقدر استخدم شيء ثاني، هذا طبيعي. انزين، ففي مشكله ثانيه، نعم في عندي مشكله ان الريسورسز مالتي انا مشغل هني عندي ثلاث ابلكيشنات مختلفين، بس انا ما قاعد استهلك او ما قاعد استخدم السي بي يو ولا قاعد استخدم الذاكره بشكل افيشنت، لان البرامج او الابلكيشنز هذه مالتي ما راح تكون يوتيلايز طول الوقت، او بالعكس ممكن تكون اوفر يوتيلايزد وعندي سيرفرات ثانيه ما قاعده تساعد بهذه الحاله. ففي حالة الديديكيتد ماشين في عندنا هذه المشاكل. غير كذي، في حال إذا هذا المشين صار له شيء، معناته لازم أرد أحط نفس المشين مرة ثانية وأحط عليه نفس الأوبريتنج سيستم مرة ثانية وأرد أسوي نفس اللي موجود هني بالضبط. ما ينفع إني أنا أحط، يعني ما ينفع إني أنا بس أسوي باك أب حق الأبليكيشنز وأحط هاردوير ثانية وأتوقع أنها تشتغل، ما راح تشتغل. فصار عندي الأبليكيشن 1 2 3 مربوطين بشكل كبير، مربوطين وايد، مربوطين في الهاردوير اللي موجوده بالجهاز، فصار في ربط بين الهاردوير وبين الابلكيشنز اللي انا حاطها لاني انا مستخدم الديديكيتد ماشين. فالديديكيتد ماشين في لها استخدامات
زينة، ولكن في أغلب الحالات هي أسوأ طريقة لتقديم السيرفيسز عن طريق الإنترنت أو عن طريق النتورك. خلونا نطالع الأوبشن الثاني اللي موجود مثل ما هو موجود قبالكم، يسمونه فيرتشوال ماشين. إحنا قاعد نتكلم على نفس الجهاز اللي مساع سولفنا عنه، اللي قلنا فيه هاردوير، وفي عندي اللي هو الهاردوير قلنا فيه نتورك انترفيس، وقلنا فيه شاشة أو كيبورد، وقلنا فيه سنتر بروسيسنج يونت، وقلنا فيه ذاكرة. زين، وبعدين فوقها في عندي هني سميناه هوست اوبريتنج سيستم، اللي هو نفسه نظام تشغيل حطيت عليه اوبريتنج سيستم، بس فوق الاوبريتنج سيستم حطينا طبقة لاير. هذه اللاير سميناها هايبرفايزر. هايبرفايزر هذا الاسم مالها، زين، ونتكلم في للاي تي وورد، ولكن الهايبرفايزر الاوبشنز اللي معروفة عندنا اليوم بالكويت بالعالم اللي هي الفي ام وير، او نتكلم على الهايبر في في حالة مايكروسوفت. الهايبرفايزر هذا شنو راح يقدم لي؟ الهايبرفايزر هذا راح يقدم لي بدل مثل مساعة كان عندي انا كان بس سنجل اوبريتنج سيستم وعندي سنجل بنز ولايبريز والابلكيشنز مالتي، لكن في حالة الهايبرفايزر لا، انا صار عندي نفس الهاردوير بس صرت اقدر اشغل عليه مالتيبل اوبريتنج سيستم، يعني جهاز واحد بس قاعد احط عليه انظمة تشغيل مختلفة. زين، فانا اقدر اركب الجست او اس 1 ممكن يكون هذا ويندوز 2010، الجست او اس الثاني ممكن هذا يكون مثلا لينكس، لينكس خلينا نقول مثلا سنت او اس، هذا واحد من الفليفر مالت لينكس، ومثلا ممكن يكون، بعطي مثال سيء بس ممكن يمشي الحال، جست او اس 3 ممكن يكون مثلا كالي لينكس، وكل واحد فيهم من كل هذول الجست اوبريتنج سيستم راح يكون في عندي بنز ولايبريز خاصه فيهم وفوقهم الابلكيشنز. فانا هني صرت اقدر، صار عندي الاوبشن او عندي الخيار اني اشغل برامج مختلفه تشتغل على اوبريتنج سيستم مختلفين مستخدم نفس الهاردوير مالتي، كومن هاردوير وحده. هني في حال لا سمح الله ان صارت عندي مشكله على الهاردوير، فما في ربط بين الهاردوير وبين الابلكيشنز اللي انا قاعد اسويها، لاني مجرد احط اي هاردوير ثاني احط عليه الهايبرفايزر، فاقدر اركب مره ثانيه الجست او اس بالبنز واللايبرز اللي عليه بالابلكيشنز اللي عندي. فانا هني سويت ديكابلينج، انا هني فصلت بين الهاردوير، يعني الهايبرفايزرز ولا الفيرتشلايزيشن قاعده تفصل لي بين الهاردوير، زين، وقاعده تفصل لي بين الابلكيشن لاير اللي هي مشتغله. وهذا الفصل جيد في حالة تقديم الخدمات من خلال الانترنت او من خلال النتورك، لان تخليني مور افيشنت في استخدام الريسورسز مالتي، وبنفس الوقت قاعدة تعطيني القدرة الموبيليتي، انا اقدر احرك الابليكيشنز مالتي بسهولة، اسهل من حالة، اسهل بكثير من حالة الديديكيتد ماشين اللي شفناها قبل. ولكن مشكلة وهذه طبعا هذه تعتبر طفره في مجال الاي تي، يعني سالفه الهايبرفايزر فعلا هذه كانت طفره. زين، لان الهايبرفايزر قاعد يسوي لي ايميوليشن حق الهاردوير، فشغله وايد وايد يعني متقدمه، وفعلا نفعتنا كثير في سنوات طويله، ولا زالت يعني لا زلنا نستفاد من عندها. على نفس الهاردوير اقدر اشغل مالتيبل اوبريتنج سيستم، بس المشكله ان الفيرتشوال ايمج كبير، يعني انت لك تتخيل انك انت قاعد تتكلم عن ويندوز 10 بكل البنز واللايبريز اللي عليه، بكل الابلكيشنز اللي عليه، انت قاعد تحطهم بسنجل فايل. يو كان دو ات، الفايل راح يكون وايد كبير. في المثال الثالث هني قاعدين نتكلم على الدوكر كونتينر. شنو يعني الدوكر كونتينر؟ الكونتينر راح يكون نفس اللي مساع، نبتدي دائما عندنا احنا الفاونديشن مالتنا اللي هي الكومن هاردوير، اللي هي الكومن هاردوير اللي هي الهاردوير الخاصة بالكمبيوتر، مثل ما قلنا الكيبورد، الماوس، السي بي يو، الرام، الستورج، النتورك انترفيس. فأنا عندي هذه الكومن هاردوير، أحط عليها أوبريتنج سيستم نفس مساع. دائما في عندي الهاردوير أركب عليها اللاير مالت الأوبريتنج سيستم. أوبريتنج سيستم كان بي ويندوز، كان بي لينكس، كان بي anything you want. وفوق اللاير مالت الأوبريتنج سيستم قاعدين نركب الدوكر سيرفر، ومن بعد الدوكر سيرفر أنا قاعد أستخدم البنز واللايبريز. كل دوكر كونتينر، فالحين احنا اذا كان عندي دوكر سيرفيس او دوكر سيرفر اشتغل، فراح اركب فوقه كونتينر. الكونتينر راح يكون فيه له اتس اون بنز ولايبريز، وكل واحد فيهم اقدر اشغل فيه الابلكيشنز مالته. ميزته عن الفيرتشوال، عن الفيرتشلايزيشن، ان الدوكر كونتينر لايت ويت، وايد صغير. وبعد شوي راح نوريكم امثله على اساس نشرح شنو يعني صغيره، شنو يعني كبيره، شنو الفرق بيناتهم.